السلام عليكم واهلا وسهلا بكم بمكناس. رأس اليوم جلالته الملك محمد السادس بحضور الرئيس الغابوني علي بونغو أوندمبا حفل افتتاح المناظرة السادسة للفلاحة والمنظمة حول موضوع الفلاحة التجارية والأمن الغذائي أفضل تثمين للقدرات الفلاحية. رفورتاج ياسين الكويندي ومحمد البدوي. حصيلة خمس سنوات من تفعيل مخطط المغرب الأخضر قدمت في عرض أمام جلالة الملك محمد السادس وبحضور الرئيس الغابوني علي بونغو أوندمبا، حصيلة مكنت من ارتفاع المساحات المزروعة بنسبة 11% وتحسين مردودية القطاعات المنتجة. وضع المخطط المغرب الأخضر تحسين تنافسية القطاع الفلاحي في صلب اهتماماته من خلال تشجيع الاستثمار الذي ناهز 53 مليار درهم خلال الخمس سنوات الأخيرة. هذه الاستثمارات مكنت من جذب 23 مليار درهم كقيمة مضافة إضافية مقارنة مع الفترة المرجعية. وقد وصف وزير الفلاحة الموسم الفلاحي الحالي من أحسن المواسم الفلاحية، وأشار إلى أن الإنتاج العام للحبوب بوسعيان يبلغ حوالي 97 مليون قنطار، وقد عرف إنتاج الزيتون ارتفاعا بنسبة 84%، حيث بلغ معدل إنتاج الحبوب خلال الفترة 2008-2012 82 مليون قنطار، إنتاج 12 مليون طن من الفواكه خلال هذا الموسم بزيادة تقدر ب 163%. إنتاج البواكر عرف خلال هذا الموسم نوعا من الاستقرار إذ بلغ ما يفوق مليون طن، كما أن احتياطي الأعلاف ساهم في تنمية مختلف القطاعات الحيوانية. 460 ألف طن من اللحوم بارتفاع 27%، 2.5 مليار لتر من الحليب بارتفاع 49%، و635 ألف طن من اللحوم البيضاء بارتفاع 76%. وتعتزم الحكومة مواصلة بلوغ مخطط المغرب الأخضر خلال السنوات الخمس المقبلة للاهتمام عن قرب بالفلاح الصغير وتحسين مردوديته. صاحب جلالة إن الأصوات الهامة مواصلة الاهتمام عن قرب بمتطلبات الفلاح الصغير في إطار الفلاحة التضامنية، تسريع وتيرة الإصلاحات خاصة تلك المتعلقة بتتميم المنتوجات الفلاحية وتحسين جودتها وتعزين ولوجها للأسواق الوطنية والدولية. مخطط المغرب الأخضر الذي أعطيت انطلاقته سنة 2008 يشكل حلقة مهمة في إطار الفلاحة التضامنية بهدف تعزيز مكانة الفلاحة كرافعة لتنمية السوسيو اقتصادية. وخلال حفل افتتاح هذه المناظرة الوطنية وقعت تحت رئاسة جلالة الملك أربع اتفاقيات تهم قطاعات السكريات والزراعات الزيتية ومياه الري، وكذا اتفاقية شراكة لتفعيل مبادرة سماد. عودة إلى ياسين الكويندي وحميد مربوح. الاتفاقية الموقعة أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس وبحضور رئيس الجمهورية الغابونية علي بونغو أوندمبا. الاتفاقية الأولى تهدف لتشجيع استعمال الضخ بالطاقة الشمسية في مشاريع اقتصاد مياه الري، وتهدف الاتفاقية الثانية إلى تأهيل سلسلة إنتاجية السكر. هذه اتفاقية جد مهمة اللي توقعت أمام الأنظار ديال صاحب جلالة اللي كتهم أولا القطاع السكر، لأن بغينا نوصلوا لواحد المردودية اللي هي مردودية مهمة. اليوم كنوصلوا بين 35 حتى 40% من الحاجية ديال السوق، والهدف أن نوصلوا إن شاء الله بين 62 و65%، يعني في أفق 2020. الاتفاقية الثالثة تهم التوسيع التدريجي للمساحات المزروعة سنويا للنباتات الزيتية لتصل إلى أكثر من 12 ألف هكتار، وزيادة إنتاج الزيوت إلى أكثر من 93 ألف طن سنة 2020. أهمية ديال هذا الاتفاقية اللي توقعت اليوم هي غادي تمكن لها تمنح الفلاح المغربي باش يمكن له إن شاء الله يزرع نوار الشمس اللي هي كتعطينا الزيوت. المغرب كيستورد 98% ديال المحتاجات ديالو من الزيت، وإن شاء الله في عام 2020 غادي يمكننا نستهلكوا 20% من هذا المجموعة من عند الفلاحة المغربيين. الاتفاقية الرابعة ترمي إلى تفعيل مبادرة سماد الهادفة إلى تنشيط السوق الوطنية للأسمدة من خلال زيادة عدد موزعي أسمدة المجمع الشريف للفوسفات وضمان إمكانية شراء الأسمدة بالنسبة للفلاحين الصغار خاصة الموجودين في المناطق الجبلية.
إلى نواكشوط والتي حل بها اليوم رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران في زيارة سيترأس خلالها إلى جانب الوزير